السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيفية تغيير المودباس أو الرقم السري ديال الويفي. أول حاجة كندخلو كنديرو 192.168.1.1. بالنسبة اللي عندو غوتاغ MT box فكيدير نوم ديتيليزاتور MT box MTB ماجسكول او اكس مينيسكول، ونفس الشيء بالنسبة للمود باس. اوكي، بالنسبة اللي عنده الغوتاغ تكنيكولور كيدير ميناغا ميناغا. هنا كنجيو للكونيكسيون ويرلس، كنمشيو configurer. كنجي هنا لتغيير مود باس، كاين هنا او رقم السري ديال الواي فاي. هنا اللي باغي يغيرو كيدير اي حاجه هنايا، كيبرك على ابليكي صافي، المود باس كيكون تغير، يعني ما كتحتاجش الوقت بزاف. هادشي اللي كاين بالنسبه لتغيير المود باس. هنا غنكون سالينا، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف، وبغيتكم ديروا ابوني